عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في قرية يلداو في منطقة اسمها مروة يلداوي في شمال كاميرون على حدود تشاد، وهنا احد الابار اللي اسستهم مؤسسة اسلامك هيلث. ده البير هنا، هو اللي هو البير نفسه منبع المية من هنا هو، وده الجنريتور اللي كل يوم الامام بياخده معاه البيت عشان ما حدش يساوي بالليل، وده خزان الميه اللي للقريه اللي فيها 25,000 نسمه. وطبعا القريه هنا بتحتاج لمدارس، تحتاج لدعم الزراعه، تحتاج لاشياء كثيره جدا. البيت ده تكلف حوالي 9000 دولار فقط، 9000 دولار فقط لقريه فيها 25,000 نسمه من غالبيتهم من المسلمين وقلة من غير المسلمين يعني. فلذلك احنا بندعوكم جميعا انكم تأتوا هنا عشان تشوفوا الحقيقة كاملة، وفي نفس الوقت تساعدوا هؤلاء الناس اللي هم محتاجين المساعدة جدا 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 جدا. وطبعا احنا الساعة حوالي 7:30 صباحا، مفيش مدارس، الناس كلها قاعدة في البيوت، مفيش شغل الا الزراعة، وحتى الزراعة محتاجة لأدوات، محتاجة لحبوب زراعية، ومحتاجة لدعم حيواني ودعم صحي ودعم تعليمي كذلك. فنرجوكم بإذن الله سبحانه وتعالى تأتوا لهذه المنطقة من أفقر المناطق في أفريقيا. وجزاكم الله خيرا من يلدوي مروة شمال الكاميرون. اليوم 11 نوفمبر 2018 يوم الثلاثاء. Thank you. Thank you.